مرحبا، اليوم جبت لكم تطبيق جديد من تطبيقات البلندر. بهذا الفيديو رح نتعلم كيف نعمل فنجان قهوة باستخدام بلندر. طبعا بهذا الفيديو رح نتعلم شوي من الموديلينج وشوي من الرندر. خليكم معي ان شاء الله تستفيدوا. رجعت لكم. اول شغلة نحذف الكيوب الديفولت، مندخل صورة على البلندر بالضغط على Shift A. نتأكد من إلغاء الإشارة Align to View، منظبط الصورة ومنحركها. نضغط على رقم 1 حتى يأخذنا على Front View. بنأنشئ بلان جديدة، بنلفها بمحور X. طبعا بنستخدم S للتكبير والتصغير، والR للتدوير، والجي للتحريك. لا ننسى نضغط على المفاتيح X و Y و Z للتحريك والتدوير والتكبير على المحاور الرئيسية. بنحرك البلان حتى نبلش نمزجة. بندخل على Editing Mode بالضغط على Tab. نبدأ نمزجة بالأوامر Extrude, Insert, Loop Cut. كل الحركات واضحة مثل ما بتلاحظوا. نحدد المجسم كامل وبنعمل له اكسترود. هيك بتكون خلصت اليد معنا وبنبلش نمزجة الفنجان بحد ذاته. بنستخدم الأوامر نفسها Extrude, Insert, Loop Cut. نصمم القسم العلوي بالسفلي بالمطابقة مع الصورة الأصلية. نعدل على كامل المجسم حتى يعطينا النتائج النهائية.
هيك صارت الإيد جاهزة والفنجان جاهز. نبدأ بتصميم صحن الفنجان. تقريبا نفس الخطوات رح نستخدمها ومنعيدها مرة تانية. اكسترود وانسرت كمان لوب كوت. نمزجة الصحن بتكون بالمطابقة مع الصورة بالإضافة للخيال. هيك بيكون الصحن جاهز عنا والمجسم بشكل عام جهز. هلأ بنبدأ بتصميم المشهد. أول شغلة وأهم شغلة هي الكاميرا. بنضغط على Ctrl Alt 0 وبنضغط G بالإضافة إلى الزر الأوسط بالماوس للتكبير والتصغير. بنبدأ بإنشاء الخامات. وأنا اخترت نقشة صينية من موقع فريبيك. بنعمل أونرابينج سريع للفنجان. بعد ما نخلص unwrapping بنضيف التصميم على المجسم. بندخل التصميم على بلندر بيتطبق معنا بشكل لطيف. وبنعمل بعدها unwrapping للصحن الفنجان بشكل سريع. نضيف التصميم على الصحن. نلاحظ الفنجان بدأ يتطبق معنا بطريقة جيدة. هلأ منبلش تصميم وجه القهوة. وجه القهوة رح تكون عبارة عن صورة. بننشئ بلان جديدة بالشيفت A. بنعملها Subdivision Service. ندخل على جوجل نجيب صورة قهوة عالية الدقة. مندخلها على الفوتوشوب ومنقصها. بعدها منطبق الصورة على البلان. بنعمل unwrapping سريع للبلان.
نبدأ بنحت اللبلان وبنعمل انتفاخات عند رغوة القهوة حتى يطلع معنا الشكل أفضل. منبلش إنشاء صينية لوضع الفلانجين عليه. من أنشئ بلان جديدة منفوت على الإديتينج مود، من هون منبلش تصميم الصينية. منوزع الفلانجين. منقوم بضبط الإضاءة. ومنبلش إنشاء أرضية طاولة. منعدل على المشهد حتى يطلع معنا بالشكل يلي بدنا اياه. منجيب خامات من موقع فري بيك. منغير الريندر انجن الى سايكل. منظبط الاضاءة بشكل افضل ومنضيف انفايرومنت. انا عندي HDRI منزلها على الكمبيوتر. الاضاءة كتير مهمة بالمشهد. هلا بعد ما ضبطنا الإضاءة وجبت موديلات جاهزة من الإنترنت ووضعتها على المشهد، منلاحظ المشهد بدأ يصير أكثر واقعية. وبنعمل ريندر. بعد ما نعمل ريندر مندخل الصورة على الفوتوشوب ومنعدل الألوان من الكاميرا راو، وبيطلع معنا النتيجة النهائية.
شكرا للمتابعة، لا تنسوا اللايك وسبسكرايب.